أما الآن أخبار الأرصاد الجوية مع دينا. نتحول، تفضلي دينا. شكرا لك نهى، شكرا لك حكمة، والآن موعدنا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ولطيف على السواحل الشمالية. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، ونبدأها من القاهرة والعظمى 33 وصورة 23، اسكندرية 28 21، مطروح 27 20، بورسعيد 29 21، اسماعيلية 33 23، السويس 33 23، العريش 29 21، طابة 34 24، شرم الشيخ 38 27، الغردقة 39 28، الأقصر 39 26، أسوان 40 27، الوادي الجديد 39 26، شلاتين 36 24، وأخيرا حلايب 33 23. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.